جولة الصحافة من اليوم، عدد من الصحف الصادرة لهذا الصباح، أهلا بكم. نبدأ من الشأن السوري وبداية من العرب اللندنية التي عنونت أردوغان أمام خيارين في إدلب، المواجهة أو الاستسلام، حيث تقول الصحيفة رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء الدعوات إلى وقف الهجوم السوري المدعوم من موسكو في إدلب وريف حلب شمالي غرب سوريا، وقال أن ذلك سيكون بمثابة استسلام للإرهابيين. وجاءت تصريحات لافروف مع بدء العد التنازلي للمهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدمشق للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها والعودة إلى ما قبل 17 من شهر ديسمبر الماضي، وهو طلب تعتبره موسكو غير واقعي ولا يمكن النظر فيه. وتقول الصحيفة، قال وزير الروسي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن وقف الهجوم لن يكون مراعاة لحقوق الإنسان، بل أنه استسلام للإرهابيين أو حتى مكافأة لهم على أفعالهم. أيضا في الشأن السوري ننتقل لصحيفة فورين أفيرز التي عنونت إدلب ليست مكانا لتصفية الحسابات مع تركيا تحت العنوان أعلى. ذكرت مجلة فورين أفيرز بأن السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد واشنطن تدعو لحماية السوريين الهاربين من مدينة إدلب، وأكد في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز أن ممرا آمنا قد يؤدي إلى وقف أزمة إنسانية. وكتب في آخر معقل المعارضة السورية، تحققت المخاوف الأسوأ للملايين وبمساعدة من الهجمات الجوية الروسية الشرسة قامت قوات النظام السوري وخلال الشهرين الماضيين بالسيطرة على ثلث محافظة إدلب، ما أدى لتهجير أكثر من 900 ألف مقيم في المحافظة التي يسكن فيها 3.5 مليون نسمة، ودفعهم للتوجه إلى الحدود التركية، فيما يعيش أكثر من 800 ألف نسمة في ازدحام وفي ظروف مأساوية. أيضا نبقى في الشأن السوري وننتقل إلى صحيفة التي عنونت روسيا وتركيا لن تتفقا وحدهما بخصوص إدلب تحت هذا العنوان، على كتب جندادي بتروف في نيفيزيسمايا غازيتا حول حاجة موسكو وأنقرة إلى حكم أوروبي يفصل بينهما بعد تعذر اتفاقهما بخصوص إدلب السورية. وجاء في المقال، تحدث رئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عقد قمة دولية حول سوريا، من المفترض أن تناقش الوضع في محافظة إدلب، ووفقا لزعيم تركي ستعقد القمة في 5 مارس في اسطنبول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إلا أن موعد 5 مارس الذي حدده أردوغان لم تؤكده فرنسا ولا ألمانيا ولا روسيا بعد. أيضا اخترنا لكم مقالا في الشأن السوري للكاتب مالك ونوس، والذي يقول أخذت فجأة تظهر مشكلة لاجئين جديدة بدا المجتمع الدولي عاجزا عن احتوائها، وأظهرت المآسي التي تخللتها مدى نكران هذا المجتمع، مآسي السوريين التي تتكرر دوريا. فلنتابع. كما كان متوقعا قبل بدء المعركة المندلعة في إدلب، بدأت موجات هجرة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في سوريا، وبدأ الناس بالنزوح حتى قبل أن تبدأ المعركة التي كان يتحسب لها الجميع في تركيا والدول الغربية وطبعا أهالي إدلب والنازحون إليها بسبب تبعاتها المتوقعة والتي سرعان ما ظهرت. وأخذت فجأة تظهر مشكلة لاجئين جديدة، بدا المجتمع الدولي عاجزا عن احتوائها، وأظهرت المآسي التي تخللتها مدى نكران هذا المجتمع، مآسي السوريين التي تتكرر دوريا. وكانت هذه المعركة بمثابة الكابوس الذي أرق أهالي المدينة حتى قبل وقوعها بسنوات، بسبب كثافة السكان في المدينة وبسبب كثرة التنظيمات العسكرية المعارضة للنظام والتي تعمل في إدلب، وتتوزع تبعاتها بين هذا الفاعل الإقليمي وذاك، ما يجعل الصدام بينها قائما فيزيد من عمق مأساة أهالي المدينة والنازحين على السواء. ومن هنا برز الخلاف بين روسيا وتركيا، ما استدعى لقاءات عدة بين مسؤولي البلدين للتوصل إلى تفاهمات بدت صعبة، ومن ثم أدى إلى إجراء اتصالات هاتفية بين الرئيسين الروسي بوتين والتركي أردوغان. وقد اشتمت أمريكا أن الخلاف بين الطرفين جدي،
وهو من الجدية بحيث يمكنها التعويل عليه لدفع تركيا إلى التخلي عن التسلح بالأسلحة الروسية وخصوصا منها أنظمة S-400 للدفاع الجوي. واضح أن معركة إدلب الجارية لن تكون مثل غيرها من المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات النظام والقوات الحليفة لها من حيث تداعياتها على العلاقة بين المتدخلين في الحرب السورية خصوصا روسيا وتركيا وأمريكا وتركيا، وربما ستتسم العلاقة بينهم في المقبل من الأيام بسمات تختلف عما قبلها. وواضح أيضا أن الغرب قرر أن يغمض عينيه عن المأساة التي يعيشها المدنيون السوريون الذين نزحوا إلى المجهول، وهو بذلك لا يكون قد قرر النأي بنفسه عن هذا الصراع اتقاء لتبعاته عليه، بل يكون قد قرر أن ينأى عما يدعيه من مناصره حقوق الإنسان أينما كان. ننتقل وياكم لشأن العراقية. عراقيا مشاهدينا الشرق الأوسط تطرقت بأن علاوي يخشى إجهاض حكومته بالتصويت السري، حيث أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عن خشيته من إجهاض حكومته في جلسة البرلمان المقررة للتصويت عليها غدا. وقال علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية في الفيسبوك: لقد وصل إلى مسامع أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا. وفيما لم يعلن الأكراد موقفهم النهائي من ترشيح علاوي، فأن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن رفضه لتكليف علاوي، وقال في بيان أمس أنه لن يحضر جلسة نيل الثقة. أيضا عراقيا ننتقل إلى القدس العربي، والتي وثقت ارتفاع حصيلة احتجاجات بغداد لقتيلين و57 جريحا في العراق، حيث أفاد مصدر طبي عراقي الأربعاء أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين وسط بغداد الثلاثاء ارتفعت إلى قتيلين و57 جريحا وثلاثاء. قال مصدر طبي أن شخصا قتل وأصيب 17 آخرون خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وقال المصدر رفض الكشف عن هويته، والذي يعمل في دائرة صحة الرصافة الأناضول الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات ارتفعت لقتيلين و57 مصابا بينهم 19 من عناصر الأمن الذين تعرضوا لجروح وحالة اختناق بحسب الصحيفة. وأضاف المصدر أو أوضح أيضا أن عددا من المصابين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن، بينما تعرض آخرون لحالات اختناق جراء قنابل الغازات المسيلة للدموع. أيضا ننتقل للعربي الجديد، وبذات الصدد أدرج تحت عنوان قتيلان وعشرات الجرحى بصدامات بين الأمن ومتظاهرين في بغداد، حيث أوقعت الصدامات بين متظاهرين عراقيين وقوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد قتيلين وأكثر من 50 جريحا، بعد أن حاولت قوات مكافحة الشغب إرغام المتظاهرين على الانسحاب من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين رفض بعضهم الانسحاب. بينما استمرت الاحتجاجات الليلية في ساحة التحرير، اطالب المتظاهرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، رافضين الاعتراف بحكومة محمد توفيق علاوي في حال صوت عليها البرلمان في جلسته الاستثنائية المقررة الخميس. أيضا عراقيا وليد خدوري، أو ننتقل إلى الشأن الإيراني مشاهدينا. إيرانيا أكدت القدس العربي بأن إيران تدعو إلى تعاون إقليمي لمكافحة كورونا، حيث دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء إلى تعاون إقليمي لمكافحة فيروس كورونا الجديد على خلفية ظهوره في بعض دول المنطقة بينها إيران. وغرد ظريف في تويتر قائلا: فيروس كورونا الجديد مثل كل الفيروسات الأخرى بما فيها الإرهاب لا يعرف حدودا ولا يفرق بين عرق أو ديانة، ونحن أيضا علينا ألا نميز في مكافحته. وأردف إيران تدعو على غرار مبادرة هرمز للسلام إلى تعاون إقليمي، بما في ذلك إنشاء مركز لمراقبة الأمراض ومنع انتشارها. هذا ما قالته صحيفة القدس العربي.
ننتقل إلى الشرق الأوسط، أيضا اهتمت بذات السياق وعنونت كوفيد-19 يتوسع في إيران ويعطل الحياة في قم، حيث انضم نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرتشي والنائب عن مدينة طهران لقائمة المسؤولين المصابين بفيروس كورونا في وقت نكدت إيران ارتفاع الوفيات إلى 15 وسط تسجيل 34 إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي المصابين إلى 95 بحسب الصحيفة. وأكدت وزارة الصحة إصابة نائب الوزير إيرج حريرتشي غداة مؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، حيث كان يعاني من سعال متكرر بينما تسبب عرقا بحسب الصحيفة. وخلال المؤتمر نفى حريرتشي صحة ما أعلنه النائب عن مدينة قم أحمد أمير أبادي فرهاني عن وفاة 50 شخصا بالفيروس في مدينة قم، قائلا أنه مستعد للاستقالة في حال ثبتت صحة العدد. ولن ننتقل للشأن العالمي. عالميا مشاهدينا ننتقل إلى ليبيا. التدخل الخارجي يزيد من أزمات ليبيا ويورط اللاعبين بحروب وكالة طويلة. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا لمراسلها أندرو إنجلاند أشار فيه إلى التنافس الأقليمي على ليبيا وأثره في تغذية الحرب الأهلية فيها، وقال أن فصيلين يتقاتلان من أجل السيطرة على البلاد وسط حرب بالوكالة وبمشاركة أوروبية. وبدأ مقالته بالحديث عن سيارات البيكاب التي كانت تسير بسرعة وتعود إلى كتيبة الأخوة وفي طريقها حطام سيارات ومحلات مغلقة وبنايات مدمرة، وعند وصولهم إلى الجبهة وتمركز الرجال في بيوت مهجورة في وقت اندلع فيه صوت إطلاق النار المتفرق في الحي الذي كان مرة صاخبا في الحياة وحولته الحرب والمناطق المحيطة بالعاصمة إلى منطقة عسكرية بحسب الصحيفة. وشار قائد الفرقة الكابتن محمد مختار باتجاه المقاتلين الأعداء الموالين للجنرال خليفة حفتر والذي يقود حملة ضد العاصمة طرابلس وعلق في رمالها وقريبا من عين زارة. أيضا عالميا وللعرب الجديد التي أدرجت تحت عنوان مجلس الأمن الدولي يمدد نظام العقوبات الخاص باليمن وولاية فريق الخبراء، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2511 الذي مدد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن، وينص المشروع على تمديد العمل بنظام العقوبات المالية والسفر حتى 26 من شهر فبراير شباط عام 2021. كذلك يمدد مشروع القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 من شهر مارس آذار من نفس العام. وصوت 13 دولة لصالح القرار وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. أيضا عالميا جلدم أتاباي شانلي من المستحيل التنبؤ بتأثير تراكم المشكلة على الاقتصاد التركي، لكنك لست بحاجة لأن تكون عرافا لرؤية الأيام الصعبة التي تنتظرنا. هذا ما قالته الكاتبة جلدم أتاباي شانلي. لنتابع. كان متوقعا إعلان البنك المركزي التركي عن خفض جديد لسعر الفائدة بعد التخفيضات المتتالية منذ إقالة محافظه السابق بسبب مقاومته لإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، وجاء الخفض مطابقا لاستطلاعات الرأي الاقتصادية ليصبح معدل الفائدة 10.75% بعد أن كان عند 24% قبل أقل من 8 أشهر. قبل اتخاذ القرار أعلن أردوغان أن سعر الفائدة يجب أن ينخفض إلى خانة الأحد هذا العام، ودعا الشركات لتحمل مسؤولية الانتعاش الاقتصادي بعد أن فعلت الحكومة ما بوسعها لخفض معدلة الإقراض. بطبيعة الحال مع ارتفاع معدل البطالة إلى 15% من الضروري أن تعود تركيا إلى مسار نمو إيجابي، لكن استدامة هذا النمو يجب أن تكون أولوية أيضا. وفي وقت يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة فإن علامات الانتعاش الاقتصادي في تركيا واضحة من معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة سنوية بلغت 8.6% في ديسمبر، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في إنتاج السلع الرأسمالية بعد أن أدى الانكماش الاقتصادي خلال معظم عام 2019 إلى فائض في الحساب الجاري، ومن المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام. وسوف يصبح من الواضح بعد ذلك أن خطط الحكومة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي
دون زيادة العجز في الحساب الجاري ليست سوى حلم بعيد المنال. بالطبع سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تفهم الإدارة الاقتصادية لماذا لا تؤدي أسعار الفائدة الحقيقية السلبية إلى زيادة في الاستثمارات، كما ستتكثف سياسة تحويل موارد البنك المركزي إلى الخزانة. سيحاول البنك المركزي خفض أسعار الفائدة عن طريق شراء السندات الحكومية بأسعار فائدة متزايدة، في حين ستسعى البنوك الحكومية إلى تعزيز الليرة من خلال زيادة مبيعاتها من العملات الأجنبية بما يتجاوز المستوى الحالي البالغ 17 مليار دولار. وإلى أخبارنا المنوعة مشاهدينا. إذا كنت من المهتمين بالقضايا على تغيير المناخي فهذا يعني أن الوقت قد حان لتخرجوا محفظتكم وتتوجهوا إلى الشاطئ العثوري على أقرب حوت وتحرير صك له بقيمة مليوني دولار. وهذا أقل ما يمكن أن تفعله، هذا ما تطرقت له صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان النظام البيئي العالمي ينبوع ينضب من عناصر باهظة الثمن. الصحيفة أضافت بأن الحيتان تقوم بالكثير من أعمال التنظيف المجانية التي تخلصنا من الفوضى الكربونية، إذ أنها تراكم أطنانا من الكربون في أجسادها الضخمة خلال نموها، أي ما يعادل استهلاك 1000 شجرة وأكثر، وتأخذها معها إلى قعر المحيط أو قعر المحيط عند موتها فتزيلها بشكل كامل ونهائي من الجو. وقد وجد الباحثون أيضا أن براز الحيتان يشكل مأدبة للعوالق النباتية التي تواجد على مقربة من سطح المحيط، ما يعني أنها تساهم بدورها بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء بكميات موازية لما تمتصه عدة غابات مجتمعة وتحبسها في الأعماق. أيضا في خبرنا المنوع الآخر، حيث توافد أكثر من 4000 عداء ما بين محترفين وهواة، يخوض بعضهم سباقا لأول مرة على الجيزة في مصر يوم السبت المشاركة في سباق نصف ماراثون بمنطقة الأهرامات الأثرية، فلنتابع. أكثر من 4000 عداء ما بين محترفين وهواة يخوض بعضهم سباقا لأول مرة توافدوا على الجيزة في مصر مؤخرا للمشاركة في سباق نصف ماراثون بمنطقة الأهرامات الأثرية. السباق شارك فيه عداؤون من 77 دولة مختلفة، جاء بعضهم إلى مصر خصيصا للمشاركة فيه على حد قول الشركة المنظمة. محمد عبد الحكيم العضو المؤسس في شركة تراي فاكتوري المنظمة للماراثون: احنا كنا عاملين السنة دي 4200 متسابق من مصر و77 دولة مشاركة، 500 متسابق من بره مصر جايين مخصوص عشان السباق. طبعا ده بسبب وجود السباق جنب الهرم اللي هو لوحده مش محتاج سباق جنبه علشان الناس تجيله يعني. وشملت المسافات التي تضمنها سباق نصف الماراثون الذي يهدف في الأساس للترويج للسياحة في مصر وجذب مزيد من السائحين، شملت 3 مراحل بطول 6 كيلومترات و10 كيلومترات و21 كيلومترا. وكان غريغ لويس سفير نيوزيلندا لدى مصر من بين المشاركين، واضعا علم نيوزيلندا على كتفيه أثناء الركض: أظن أن أحداثا كهذا تفيد بكل تأكيد. كما قلت، لدينا مجموعة واسعة مختلفة من الناس، متأكد من أن هناك سائحين زاروا البلاد خصيصا للمشاركة في حدث اليوم. بالتأكيد واضح أنه حدث دولي بالفعل. وتنظم شركة تراي فاكتوري أيضا سباقا آخر للماراثون كاملا بطول 42 كيلومترا ونصف ماراثون بطول 21 كيلومترا وعشرة كيلومترات. مجموعة من الصور الكاريكاتيرية المنوعة اخترناها لكم فنشاهدها سويا.
ختام جولتنا لهذا اليوم، زوروا موقعنا على الانترنت اليوم tv.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.